قم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام واركب على موتر انت وجديد المدل من فوق جايب بياض مثل بيض الغمام فكسارة قم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام مركب على موتر انت وجديد المدل من فوق جيب بياض مثل بيض الغمام فكسارته ومظهر من وكالة جميل عبت ثوانك من التسليل ومن التمام ذمت جغرب ومسك خط الجادل الجمشن اصل وحاسب عند مبرك جهام حول صاكرا يا تام لمني فجل وعليك بيت شيخ ضلل الشيخ ما جيت أنا يلمعدني نسنم ولد عقيد فتح مكف بعد جليل شيخ الغضب شيخ للكرم والكرم تبين لك شيختي يوم من ما لمدي تلقاه في مجلس والناس عنده لدم اقلط على دلت واقلط على بيوت الفخر والصدر فوق وسام لجل الغضبين ربعي محتمين ادخل ربعي غضبين روقه وسط طلحارزه مهل القنا والركايب والحصان الاصيل يوم العرب عايشه بدون شرع يقام بما مضى بالجهل والخيل تصيل صيل يا كم حريب نكس من ضربهم بنهزم صلايط واليوم ليلة بتم في وسط خير وسلام متوارثين المراجل جيل من عقب جيل فينا الزقاعين فلازم تراهم حزام فينا النوام بكل الطيب سين تسير فينا المشدك سند ومدلهة من يضم فينا الشبارين إلى الفزعات ضلع ثقيل فينا الرواج احذرا تجري سواد الظلام فينا وصايص لهم جود مثل المخيل فينا دي وعبايس ما والله تذوق المنام رفيقهم من ظروف الوقت حاله علي وشاش راسي ترى يا الربع مالي ملام ملام من لابت من ساس هيلانده ملام من لابت من ساس هيلانده كم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام مركب على موتر انت وجديد المدل من فوق جيب بياض مثل بيض الغمام فكسارته ومظهر من وكالة جميل عبت ثوانك من التسليل ومن التمام ذمت جغرب ومسك خط الجادل الجمشن اصل وحاسب عند مبرك جهام حول تعديت من صاكرا يا تام لمني فجل وعليك بيت شيخ ضلل الشيخ ما جيت سلايل معدني نسنم ولد عقيد فتح مكف بعد جليل شيخ الغضب شيخ للكرم والكرم تبين لك شيختي يوم من ما لمدي تلقاه في مجلس والناس عنده لدم اقلط على وقرط على روس حيل عطها الرسالة وقل يا ربي عالمقام هذه رسالة نمر يجعل عمرك طويل يقول في ذمتي واني علي الحرام ما قلت شعري ودور لا كثير وقليل يوم ان لي هاجس يعوم بحر الكلام واختار من نخبته واقول شعري جديد
اكتب بيوت البطر والصدر فوق وسام لجل الغضبين ربعي محتمين ادخل ربعي غضبين روق وسط الحار زعمه للقنا والركايب والحصان الاصيل يوم العرب عايشة بدون شرع يقام بما مضى الجهل والخيل تصيل صيل يا كم حريب نكس من ضربهم بالهزم صلايط ضربهم فرد خليل وخليل واليوم ليلة بتم في وسط خير وسلام متوارثين المراجل جيل من عقب جيل فينا الزقاعين فلازم تراهم حزام فينا النوام بكل الطيب سيل فينا المشتاك سند ومبلها ثمان يضم فينا الشبارين إلى المسعاد ضلعين ثقيل فينا الرواجح ذرى تجري سواد الظلام فينا وصايص من الهم جود مثل المخيل فينا دي وعبايس ما والله تدوق المنام رفيقهم من ظروف الوقت حاله علي وشاش راسي ترى يا الربع مالي ملام من لابت النساس هيلان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا أن نتقدم في هذه الليلة المباركة بالشكر والعرفان للشيخ ماجد بن ذعار بن زقيع على هذا الجمع الطيب الخاص بأعيان وأبناء قبيلة الغضابين الذين شرفونا بالحضور في مركز منيف الجلوة، وباسم الشيخ ماجد بن ذعار بن زقيع ورئيس وأهالي مركز منيف الجلوة نرحب بضيوفنا الذين أسعدونا بتواجدهم في هذه الليلة، فأهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. بداية لكل بداية، آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا دغيلي بن فحان بن زقيع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ننتقل الآن إلى كلمة دينية مع الشيخ طلق بن علوش الغضباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سأتكلم عن ثلاث نقاط وسأتطرق لثلاث مواضيع، ولكن قبلها أقول مساكم الله بالخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن ييسر لنا ولكم صيامه وقيامه وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النار. النقطة الأولى التي سأتكلم عنها شكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وعادة الناس الطيبين الأخيار الفضلاء أنهم يقولون للمحسن أحسنت، ولصاحب الفضل والمعروف والطيب والناموس يشجعونه ويثنون عليه ويشكرونه. فالنقطة الأولى شكر، شكر الشيخ القبيلة في أنه جمع ربعه وجماعته في هالليلة المباركة ليشاهدون بعض ويقابلون بعض ويصلون بعض. ففي هذه الأيام وهذا الزمن كثرت قطيعة الأرحام،
ولا يخفاكم فضل الصلة وتحريم القطيعة. الرحم تعلقت بعرش الرحمن، تعلقت الرحم بعرش الرحمن، وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك، أي المعتصم بك، ومن اعتصم بالله اعتصم بعظيم. قال لها ما تريدين؟ قالت أن تصل من وصلني وتقطع من قطعني. قال أما يكفيك أن أصل من وصلك واقطع من قطعك؟ فكل من وصل رحمه وصله رب العالمين بخير الدنيا والآخرة، وكل من قطع رحمه قطع الله عنه خير الدنيا والآخرة. فلذلك يشكر شيخ القبيلة ورئيس المركز والذين سعوا في هذا الاجتماع، والذين سعوا في هذا الاجتماع اللي هو مقصوده أن نشاهد بعض ونتفقد بعض ونسلم على بعض، هذا هو المقصود الأساسي في هذا الاجتماع ولله الحمد، وهذا حصل. الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي سأتكلم عنها أن اليوم غدا الجمعة مكمل لشهر شعبان، لأن الهلال هلال رمضان لم يتيسر رؤية هذه الليلة، فبعد غدا يوم السبت هو أول يوم من أيام رمضان، وقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة أول ليلة من رمضان فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى منادي أول ليلة من رمضان، نادى منادي يا باغي الخير أقبل، أنت اللي تبي الأجر، يلي تبي الجنة، يلي تبي الرحمة، يلي تبي المغفرة أقبل. فهذا شهر فرصة ما تنتعوض، ولكن من أدركه، ولكن من أدركه يوفق للقبول فيه. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصد. أنت اللي تحب القطيعة، أنت اللي تحب النميمة، أنت اللي تحب الإفساد بين الخلق والأرحام، أنت اللي راع المعاصي من سل سيف المعاصي على رب العالمين اقصر، اترك الذنوب والسيئات وقطيعة الرحم وسواد القلب ابعد عنها. يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر اقصر. ولله، يقول صلى الله عليه وسلم، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. الله يجعلنا وإياكم والدينا من العتقاء من النار. نقطة في نفس النقطة الأولى الثانية، البعض إذا دخل رمضان حرص على النوافل، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من صلاة التراويح والتهجد وشيء طيب، يكثر من الذكر شيء طيب، لكن تجده يهمل الفرائض، يقصر في الفرائض. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله جل وعلا إن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء عند الله تتقرب إليه به الفرائض، الواجبات أول شيء قبل النوافل، تحرص على النوافل وتحرص على السنن، والواجبات مهملها تناقض هذا. فلذلك احرص أولا على الفرائض، احرص أن تكون صلاة الصلوات الخمس احرص عليها في وقتها مع الجماعة، واحرص على صيامك، لا تجرحه، لا تجرح صيامك بشيء
من لسانك أو سمعك أو نظرك. احفظ سمعك وانت صايم، احفظ بصرك، احفظ لسانك عما يجرح صيامك. بعدها إذا حرصت على الواجبات كملها بالنوافل والسنن. النقطة الثالثة، قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا استثناء، إلا من أتى الله بقلب سليم. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أموالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب محل نظر الله، قلبك هذا محل نظر الرب. اجعل القلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى سليم؟ قال العلماء سليم من الشرك، وقال بعضهم هو الناصح لله في خلقه. يعني اجعل قلبك نظيف على أول شيء، على الناس القريبين قبل البعيدين. من لا فيه خير لربعه القريبين، والدينه واخوانه واهل بيته وجماعته وربعه وعشيرته وجيرانه والمسلمين، ما في خير. اول شيء ابدا بالناس اللي حولك، طهر قلبك من ناحيتهم، واجعله فيه محبه وتقدير وغلاء للي حولك. اجعل قلبك سليم، سليم من الحقد، سليم من البغض، سليم من الكراهيه، سليم من الشرك. طهارة القلب أهم شيء. ولذلك قال إني رأيت رئيس القوم لا يحمل الحقد، إني رأيت رئيس القوم شيخ القبيلة الأبو الرجال الطيب ما يحمل الحقد. غالبا ما يحمل في قلبه حقد إلا الضعيف، الضعيف المسكين الخبيل هو اللي يحمل الحقد والبغض للناس. أم الطيب ما يحمل. النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس ربعه جماعته بني عشيرته قومه آذوه في نفسه وآذوه في أصحابه. أن أصحابه القريبين قتلوا منهم وجلدوا منهم وآذوهم علشانهم اتبعوه. ويوم مرة من المرات ساجد لله في مكة في الحرم، قومه ربعه سلا جزور امسكوه حطوه على ظهره الشريف. يعني شو الوصاخة تجعلونها في ظهر على ظهر نبيكم؟ الوصاخة والقاذورات تشيلونها على ظهر أطهر ظهر ابن عمكم تصلحون فيه كذا؟ لا، بل إنهم بيتوا النية على قتله فهاجر إلى المدينة ولا تركوه، الحقوه إلى المدينة وحط الجوائز في الطريق، من ياتي بمحمد حي ولا ميت له 100 من الابل. ويوم فكه الله منهم وانجاه وصل المدينه، لحقوه في المدينه وقتلوا من اصحابه وشجوا وكسروا رباعيته وشجوه في خده. ومع هذا يوم مرت الايام وعزه رب العالمين ومكنه الله منهم، ولو ان عاقبهم وقتلهم وسبى خذ مالهم معذور. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن يوم جمعهم كلهم قدامه وقادر إنه يلحق العقوبة عليهم، قال ما تروني فاعل فيكم يوم مكنني الله منكم يا ربعي وعيال عمي ومخطين علي، مخطين علي وعلى أصحابي وعلى ديني وعلى ربي، ما 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 ظنكم فاعل بكم؟ قال خلك أطيب منا، خلك خير منا. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، روحوا عاف عنكم ولا في قلبي عليكم شيء. أسلم من أسلم جاء سفيان أبو سفيان، قال يا هل اللي كان يقاتله؟ قال يا محمد أعطني من الغنيمة حقت حنين. قال وش تبي؟ قال أبي هالإبل هذه حول 300 من الإبل. قال هي لك 300 من الإبل. قال هي لك. يعطي من منعه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه.
فلذلك ما يحمل الحقد، الطيب ما يحمل الحقد. إني رأيت رئيس القوم لا يحمل الحقد، ما يحمله إلا الضعيف. طهر قلبك، نظف قلبك أول شيء من جهة ربك، ابعد عن الشرك، ابعد عن الشبهات، ونظف من جهة المسلمين عامة. الله يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وجزى الله شيخ القبيلة ومن سعى في هذه الجمعة إن نشاهدكم ونصلكم ونجتمع بكم، جزاه الله عنا خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومعذرة عن الإطالة. شكرا شيخنا الفاضل. أما الآن كلمة رئيس مركز منيف الجلوة الشيخ ضيف الله بن ماجد بن زقاع. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأخوة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن والدي وعن أهالي مركز منيف الجلوة، نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم جميعا في محل الجميع في هذا الحفل الذي قيم للتعارف بيننا، بين أبناء القبيلة واجتماع القبيلة لمناقشة بعض الأمور التي تخص القبيلة وحث أبنائها على التكاتف وعمل الخير وتوعيتهم من الانحراف الفكري ونبذ الإرهاب والتطرف. ونحن نعيش في وطن مستهدف من الحاقدين والعابثين الذين يحسدون على نعمة الإسلام والأمن والأمان وخيرات وطننا الغالي، في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة أعزهم الله ونصرهم بنصره. أسأل الله العلي العظيم العزيز الحكيم أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يكون اجتماعنا في الدنيا على طاعة الله وعلى العز والمعزة، في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأهلا وسهلا بكم جميعا في محل الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى فقرة الشعر ومشاركة للشاعر مشلح بن خضران الغضباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير كل باسمه. يا حي يا قيوم يا ذي الجلالة، يا مقسم الأرزاق يا مالك الملك، أعوذ بك من تبع درب الضلالة اللي دروبك كلها مظلمة حلق. ويا لادمي تبع كل درب الجهالة، ورفقة قليل الدين دايم تفشلك. واحذر قليلين الوفا والحثالة، السود الدماء القلوب اللي تمنى الدمارلك. واحذر قليلين الوفا والحثالة، سود القلوب اللي تمنى الدمارلك. ناس مرافقهم سريع انزواله، وحبل المرافق عندهم كأنها السلك. ينسون قدر المعرفة والجمالة، ودروبهم يم العلماء توهلك. وناس تعز الرجل من شام ماله، ومن قل ماله جنبوا عنه لو هلك. عليك بأهل الدين وأهل الشكالة، اللي مرافقهم عزيز يجملك. وصلاة ربي عد من شاخ يا له على نبي بالهدى دمر الشرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح لسانك. أما الآن مع الشاعر عقاب بن خضران الغضباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا الربع كل باسمه. قبل المشاركة أقول مرحبا مليون لكل شخص، ترحيب تنتعم ولا تخص باسمي وباسم الأصقع كلهم. الشعر جمع ذواد من دق وكبار، وسومها تعرف وتعرف ديارها. والناس من لكن تبلفت الأنظار، أحد عثر ذوده والآخر شهرها. وفكري مثل عود معه ندر بكار، من حبه لها ما يحلق وبرها. ما حيرت عنده ورا شبك وجدار، ولا هملت عنده وتبع جررها. في شفها تكرم عن الذل والعار، وعشاقة النخبة تناقل أصورها. يا فكري الفاخر هذا الماقف السار، حضر لي الجزلة وقدم مهارها. في حفل أبو ماجد هلا عد الأمطار، وعد النجوم المرجبات وقمرها. على الشحم عقب أصفر
على الشحم عقب ازرق العود لا دار وصفر الدلال اللي من الكيف ترها وجزل التحايا منها للصيت والكار روس الرجال اللي انضافن اسرارها عيال شيخ جارها الله من النار وافن الفعل الخير نفسه صخرها استاهل ابو سلطان عيال شيخ جارها الله من النار وافن الفعل الخير نفس الصخرها ريف على الصاحب ومن صال الأخيار ومن صلب شيخ كل جزلها ذخرها مرهن على العليا وانا من هل الدار اشهد وغيرها الشهادة ذكرها ما بار فعل ذعار والصيت ما بار صيته بقى من بطن الارض ظهرها مرهن على العليا وانا من هل الدار اشهد وغيرها الشهادة ذكرها ما بار فعل ذعار والصيت ما بار صيته بقى من بطن الارض ظهرها من روس قوم لا اعتلوا قب الامهار غاروا على الهيجة وداسوا خطرها الاد غاضب تان عجت فاكثار ترهي على الطالة ويسعف سطرها الاد غاضب تان عجت فاكثار ترهي على الطالة ويسعف سطرها دايم مضاربهم على مشة الزار ومن ينشد العريف يلقى خبرها أهل الوفا وإن قلت حشمه ومقدار وأهل الكرم وإن قلت من هو بحرها من غير قاصر فالنشامة والأحرار من كلابة والرجال وفخرها وصلاة ربي عد همال الأمطار على النبي روح الحياة وقمرها وسلامتك. شرفني مشاركة زملائي الشعار بقصيدة مطلوبة وأقول فيها جعل السحاب اللي يمزونها مراديف اللي يهيض القلب لامع رفيفه لناض براقه وجاله غطى ريف وقامت تخيله كل عين بخيفه يسوق هالله يم دار المواليف ورخيص دوله فوق ديره منيفه الديره اللي مثلها ما بعد شيف الشرق من سيفه اللي حد سيفه ديره سلاي النادرين التواصيفه لي كرم اهل السيوفه الرهيفة تعريفهم فايق على كل تعريف مثل الجبال الشامخات المهيفة هي دارنا لو صار بعض الصواديف انتي مقر اجدادنا يا العفيفة في ضف ابو ماجد عديمة التواصيف في كل صبح وليل ضيفها وضيفها مارته مهيب مركز وتكليف ولهيب لحية ختم ولا وضيفة يوم البيارق مقبلات منها تسيف على ظهور ومياته السفيفة ما جات حب خشوم ولا معاريف خليفة نمرث إلا خليفة بسلامتكم. والآن نرجع لشاعرنا عقاب بن خضران قصيدة ثانية مطلوبة تقول مبطي ما سمعت لك لا باس يلي جزيل الشعر لا قلت عادتك وأقول تان إنك تبى الشعر يد باس قلط شدادك وافهق عمامتك ودك واسمع جديد ما كتبته بقرطاس معناه واضح وانت عادة وبراعتك من باب دون المتن وش خانته الراس ومن باب هات الزين تمشي بضاعتك ان طاب فعلك طاب صيتك مع الناس وطاب بصيت الطيب عقبك جماعتك واصبحت في منهج هل الطيب نبراس كل انت جدة في فعولك وطاعتك اسمك تسمو به وخوتك نوماس موجبا جاهك ويحسب الفزعتك ونخاب فعلك لو تزين بالالباس ما زودت صيتك ولا صيت لابتك ولو صيت جدانك على قب الافراس قد زاد ما زود مع الناس قيمتك ان جيت مالك مع هل الطيب مجلاس وان غبت ما حد ينشدك وين غيبتك اللي يبى منك الرجا صابها الياس واللي هرج بالمدح ما جاب سيرتك تم الكلام وزبدة القاف يد باس بيت من الواقع وخله ودعتك إن هنت خدك للرياجيل ينداس وانطعت نفسك للدهالي تودتك وسلامتك. في الختام نشكر كل من شاركنا في فقرات هذا الحفل والشكر موصول لضيوفنا الكرام متمنين من الله أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام واركب على
من فوق جايب بياض مثل بيض الغمام فكسارة وهم ظهر من وكال جميل قم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام مركب على موتر انت وجديد المدل من فوق مثل بيض الغمام فكسارة ومظهر من وكالة جميل عبت ثوانك من التسليل ومن التمام ذمت جغرب ومسك خط الجادل الجمش نصي وحاسب عند مبرك جهام حول معود تجي واحذر عن لا تمل وليا تعديت من صاكر يا تام لمني فجل وعليك بيت شيخ الشيخ ما جيت سلاي المعدنين السنم ولد عقيد فتح مكف بعد جليل شيخ الغضبين شيخ للكرم والكرم تبين لك شيختي يوم من ما لمدين تلقاه في مجلس والناس عنده لدم اقلط على دلت واقلط على روس حيل عطها الرسالة وقل لي يا ربي عالمقام هذه رسالة وإني علي الحرام ما قلت شعري ودور لا كثير وقليل يوم أن لي هاجس يعوم بحر الكلام واختار من نخبت وأقول شعر جزيل أكتب بيوت الفخر والصدر فوق وسام لجل الغضبين ربعي محتمين أدخل ربعي غضبين روق وسط طلحة رزع مهل القنا والركايب والحصان يوم العرب عايشة بدون شرع يقام بما مضى بالجهل والخيل تصير صير يا كم حريب نكس من ضربهم بنهزم صلايط ضربهم فرد خليل وخليل واليوم ليلة بتم في وسط خير وسلام متوارثين المراجل جيل من عقب جيل فينا الزقاعين فلازم تراهم حزام فينا النوام كل الطيب زين انتسل فينا المشدك سند ومدلهة من يضم فينا الشبارين إلى الفزعات ضلع انتقل فينا الرواج احذرة تجري سواد الظلام فينا وصايص لهم جود مثل المخيل فينا دي وعبايس ما والله تذوق المنام رفيقهم من ظروف الوقت حاله علي وشاش راسي ترى يا الربع مالي ملام من لابت انكساس هيلانت ملام من لابت انكساس هيلانت قم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام مركب على موتر انت وجديد المدل من فوق جيب بياض مثل بيض الغمام فكسارة ومظهر من وكالة جميل عبت ثوانك من التسليل ومن التمام ذمت جغر وحاسب عند مبرك جهام حول معود تجي واحذر عن لا تمل وليا تعديت من صاكر يا تام لمني فجل وعليك بيت شيخ ضليل الشيخ ما جيت سلاي المعدنين السنم ولد عقيد فتح مكف بعد جليل شيخ الغضبين شيخ للكرم والكرم تبين لك شيختي يوم والناس عنده لدم اقلط على دلت واقلط على روس حيل عطها الرسالة وقل لي يا ربي عالمقام هذه رسالة من يجعل عمرك طويل يقول في ذمتي واني علي الحرام ما قلت شعري ودور لا كثير وقليل يوم ان لي هاجس يعوم بحر الكلام واختار من نخبت واقول شعر اكتب بيوت الفخر والصدر فوق وسام لجل الغضبين ربعي محتمين ادخل ربعي غضبين روق وسط طلحة رزع مهل القنا والركايب والحصان الاصيل يوم
بدون شرع يقع بما مضى بالجهل والخيل تصيل صيل. يا كم حريب نكس من ضربهم بالهزم صلايط ضربهم فرد خليل وخليل. واليوم ليلة بتم في وسط خير وسلام متوارثين المراجل جيل من عقب جيل. فينا الزقاعين فلازم تراهم حزام. فينا النوام بكل الطيب سيل تسير. فينا المشدك سند ومدلهة من يضم. فينا الشبارين إلى المزعاد ضلعين ثقيل. فينا الرواج احذرا تجري سواد الظلام. فينا وصايص لهم جود مثل المخيل. فينا دي وعبايس ما والله تذوق المنام. رفيقهم من ظروف الوقت حاله عليل. وشاش راسي ترى يا الربع مالي ملام. ملام من لابت النساس هيلانته. ملام من لابت النساس هيلانته. قم يا ندبي وخذ مني رسالة سلام. مركب على موتر انت وجديد المدد. من فوق جيب بياض مثل بيض الغمام. فك صارت ومظهر من وكالة جميل. عبت وانك من التسرير ومن التمام. ذمت جغرب ومسك قطع الجادل. الجمش نصي وحاسب عند مبرك جهام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا اليوم في أتم السعادة حقيقة وأنا أشارك أبناء العمومة هو حفل الشيخ ماجد وأبناء الشيخ ضيف الله. وحقيقة هذا شعور أشعر بالفخر واعتزاز أن أكون مشارك هذا المساء. وعودونا على هالمناسبات وعلى هالاجتماعات حقيقة اللي تشرفنا وتشرف القبيلة ونتشرف حقيقة بحضورها. وحقيقة يعني عبارات الشكر والعرفان يعني تقف على استحياء عاجزة عن إيفائهم ما يستحقون من الثناء والمدح. وهم صراحة أهلا لذلك. فأقول لهم يعني مليون شكر على هالحفاوة وعلى حسن الاستقبال على حسن التنظيم. وهذا ما هم استغربوا حقيقة. احنا نشد على يدينهم واحنا نفخر. احنا اللي نتشرف بمشاركتهم وبحضورهم. واتمنى لهم إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر شيخ القبيلة على هالجمعة المبروكة وجمعة القبيلة كلهم. والله يجعلنا إن شاء الله كل سنة نجتمع مثل هذه المواقف الزينة. والله يوفقه ونشكره على كل جهوده وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نهني والدي الشيخ ماجد بن عارب نجاح هذا الحفل وعلى تجمع قبيلة كما لا يفوتني. أن نبارك لهم في شهر رمضان المبارك ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسى إن شاء الله كل سنة وهو على إن شاء الله على خير وعلى اجتماع واجتماع طيب. عسى الله يبارك في اللي جمعهم واللي وبارك الله فيهم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخص بالشكر أهل منيفة وعلى رأسهم الشيخ ماجد بن ذعار بن زقيع والشيخ ضيف الله بن ماجد بن زقيع والشيخ حمد بن قبال على الحفل الكبير الذي قام. على كما أخص بالشكر أيضا الحضور المشرف لابناء عمي وجماعتنا كافة. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصر بن محمد بن صاهد الدعجاني. أشكر أهالي منيفة على حسن الاستقبال وعلى الحفل الذي أقاموه في هذه الليلة. على رأسهم شيخ قبيلة الغضابين الشيخ ماجد بن ذعار بن زقيع ورئيس المركز ضيف الله بن ماجد على حسن الضيافة. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نائب بن خليفة الغفيري الغضباني. نشكر أبناء العمومة على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافة. ونشكر الشيخ ماجد بن زقيع
والشيخ ضيف الله بن ماجد ولهم جزيل الشكر. قم يا ندي